أدى حريق ناتج عن تماس كهربائي في سوق بيع الإطارات في كركوك إلى إحداث أضرار مادية كبيرة في محلين اثنين، وسرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث ونجحت في إخماد الحريق ومنعه من الوصول إلى المحل المجاورة. نتجت عن الحريق أضرار مادية وإصابة 4 من أصحاب المحل والعاملين بجروح بسيطة. بعد أن استخبرتنا عمليات مديرية الدفاع المدني قمنا على الفور باتجاه موقع الحادث وتم السيطرة على الحادث، والمجمع متكون من 200 مشروع 200 محلات تم السيطرة عليه واحتراق محلين، وبحضوركم والفرقنا وصلوا نفس الوقت الزمني منه وسيطروا على الحادث لحد الآن. هناك محل جيت هنا وعنده محل من هنا، جيت كان دخان يطلع، اجوا الحريق ما قدروا بالبداية بس دخان ماكو نار، من جوا يجي دخان. انا كنت هنا واقف، صار عصف قوي طلع نار علينا، فحرق الجماعه ومن الناس احترقت شوي بس القيت. حدث تماس كهربائي الصبح، فخابروني على ما جيت رادوا يلحقونا بالتماس، الكهرباء النار منتشر بسرعه ومحترق كل المحل والحمد لله. ماكو اضرار جسديه؟ اضرار جسديه عندنا 4 بالمستشفى الحمد لله، زينين الحمد لله.